صلى الله عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في حديث نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال، والإشكال قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، السبب في قبض الأمانة؟ المراد والله أعلم في هذا الحديث أن الإنسان ينام وقلبه على الأمانة، ثم يستيقظ وقد انزعت الأمانة من قلبه لأنه نام على الأمانة التي ليس عنده فيها قوة فنزعت من قلبه، أو قال ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني ولو بعد النوم، بمعنى أنه، وهذا كالحديث الآخر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ولا يلزم من هذا أن تنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، بل ينام النومة ثم يستيقظ فتنزع الأمانة من قلبه بسبب عمل حدث بعد استيقاظه.